الراديو 90-90 هواها مصري. بسم الله الرحمن الرحيم، ودائما بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة لانج يعني من باب رزق، بداية الموسم الجديد من برنامج باب رزق على راديو 90-90 هواها مصري. عايز أقول لحضراتكم أولا كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وانتم بخير، و أكيد بفتقدكم جدا جدا جدا. يعني إحنا يمكن اتقابلنا عبر حلقات مسجلة من باب رزق في شهر رمضان الكريم، النهاردة أول حلقة على الهواء مباشرة، فأهلا بحضراتكم. وعايزين بقى نعمل حلقات قوية، وعايزين نبدأ موسم كله تفاعل بيننا وبين بعض، بقى عايزين ايه المسائل نفكر ونحلم ونشوف ايه الحاجات اللي نقدر نعملها سوا، وعندنا مشروعات كتيرة وعندنا افكار كتيرة. وبعدين الحقيقة فكرة ان احنا دخلنا موسم الصيف والاجازات بالنسبة لابنائنا التلاميذ والطلاب، دي فكرة مهمة جدا احنا قررنا نشتغل عليها في الموسم الجديد او الموسم الصيفي لباب رزق. ليه بقى؟ لانه الصيف ده مش لازم يعدي كده، الصيف ده لازم يتعمل فيه حاجات كتير جدا، ونبقى في حوار بيننا وبين ولادنا ازاي يقدروا يشمروا وينزلوا يتدربوا ينزلوا يشتغلوا العمل الصيفي على ايامنا مش بعيد قوي على فكره، بس عشان نبقى ايه واضحين ومتفاهمين ومتطابقين في الايه في الفكره كده. على ايامنا كان لازم لما يجي الصيف يبقى جزء منه اننا ننزل نتدرب نشتغل نشوف عايزين نعمل ايه في حاجه بنحبها. طب ليه ما نروحش مثلا نشتغل في تدريب صيفي في مصنع مثلا؟ جميل جدا. انا شخصيا يعني مره من المرات حبيت افكر في حكايه المصنع دي، لان بحب التصنيع، كل ما هو كده ايه بيدخل يعني آلة ويبدأ يطلع منتج مختلف، او عن طريق ايد حد يقعد يشتغل في حرفة يدوية وبتاع ويطلع منتج، فحبيت الحكاية دي. فلما اخترت الحقيقة اخترت ان انا اروح عدتلي كده 10-15 يوم في مصنع شوكولاتة يعمل شوكولاتة ريحة جميلة وريحة حلوة وحاجة مبهجة وجميلة. ممكن ممكن جدا، ليه لا؟ ليه ما يبقاش في فترة تدريب صيفي او شغل في كتير من المصانع؟ وده اللي احنا هنتكلم فيه من خلال حلقتنا القادمة ان شاء الله، الفرص اللي ممكن شركات مصانع مؤسسات اماكن توفرها في فترة الصيف. كمان احنا كان لدينا بروتوكول مع وزارة الاسكان ان شاء الله علشان نقدر نوفر فرص تدريب صيفي وشغل برضو في شركات المقاولات على امتداد بقى كل المشروعات الجميلة اللي بتتعمل، ازاي تقدر انك انت تروح ويكون ليك وظيفة. المهم من الوظيفة دي انك تشوف حاجة جديدة وتتفاعل مع الناس وتشوف الناس اللي بيشتغلوا بجدية شديدة جدا، يمكن بتوصل ل 10-12 ساعة في اليوم، وازاي ان هم بيحولوا اللاشيء لشيء ويبدأ الحلم الصغير يبقى حقيقة كبيرة وحاجة كده تفتح النفس، وكمان تعرف ناس جديدة تكتسب خبرات تعمل فلوس. جميل جدا انك انت تبدا من سن صغير، وانا شايف ان من سن 15-16 سنه تستطيع انك انت تبدا تعمل يعني مشروعك ايا كان، سواء تعمل مشروع خاص صغير جدا او انك انت تروح وتتدرب في مكان وتبدا تكسب فلوس. ده مهم جدا انه نتكلم فيه مع اولادنا، مهم اننا نشجع عليه اولادنا، مهم ان ده يبقى حاله عامه كده، ما يبقاش حد بشكل فردي بيعملها فالاخرين يقولوا له يا عم بقى تروح فين؟ اصل انا بشتغل في الصيف، او يقول له لا تشتغل ايه ده، تعالى نتسنجح هنا ونروح هنا ونقعد على القهاوي ونقعد على الانترنت والكلام ده كله. بالعكس احنا عايزين نعمل موجه كبيره جدا من ال 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 موضة، خلينا نقول انها موضة تبقى بين اولادنا والشباب والبنات ان هم يبدأوا يشتغلوا في فصل الصيف. من معرفش من كام سنة، من 30 سنة يمكن اكتر شوية، شاب صغير يمكن اكتر من 30 سنة شوية، في عطلة الصيف اجر جراج صغير جدا، يمكن يدوبك يساع عربيتين، اجر الجراج ده
في بيت في أمريكا وابتدى من نقطة الصفر، نقطة الصفر في هذا الجراج الصغير، ان هو يعمل امبراطورية عظيمة جدا في عالم الاتصالات. ماركة شهيرة جدا بدأت من تجربة صيفية، شاب شمر وأجر مكان وغامر وحلم، وكان في لسه بيدرس واستغل فترة الصيف انه يبدأ الامبراطورية الكبيرة جدا اللي تقدر بمليارات الدولارات النهاردة في العالم، اغلى واغنى من ميزانيات دول. اذا الصيف، الصيف لازم نبدأ نبص له بصة تانية، مش هنخترع العجلة لكن هنشوف احنا كنا بنعمل ايه ونقدر اننا نعيده لحضراتكم، نعيد هذه التجارب ونشوف ايه اللي ممكن يتعمل منها، ايه اللي ممكن يتطور، ايه اللي ممكن نتفاهم فيه مع اولادنا. الصيف لازم يبقى يعني بما اننا في باب رزق لازم نقدم افكار كتيره جدا جدا، الشباب ازاي يقضي صيفه وازاي يستفيد منه جدا، وازاي الصيف ده يبقى بالنسبه له نقطه ومن اول سطر، يعني هو يحط كده النقطه ويبدا في الشهرين ثلاثه بتوع الصيف بتوع موسم الصيف يعيد تكوين نفسه. قصص النجاح العظيمة جدا جدا وقصص التغييرات الكبيرة جدا دايما بتحصل في مواسم العطلات. المهم ازاي نقدر نستفيد منها، هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه في باب رزق. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير، ايام جميلة، ويا رب نكون استفدنا كمان من فترة شهر رمضان الكريم. دايما برضو فترات استثنائية بتخلينا نقول يا ترى احنا ايه اللي احنا حملنا بيه من اخطاء على مدار السنة، ونقدر ان احنا نتغير ازاي، نقدر ايه اللي طلعنا بيه جديد، ايه الحاجة السيئة اللي احنا بدلناها بحاجة جيدة. يا رب نكون قدرنا نعمل ده في حاجة واتنين وعشرة خلال شهر رمضان. وزي ما بقول لحضراتكم كمان موسم الصيف، شجعوا اولادكم على العمل الصيفي، شجعوا أولادكم على التدريب الصيفي مهما كان العمل صغير. فيش حاجة في السن ده مش هنقول ايه أصله مش مناسب ليك، المهم يكون حبه أكيد، المهم يكون هيستفيد منه، المهم يكون هيقضي معاه وقت لطيف ووقت ممتع ان هو يكتسب خبرات ويكتسب قدرة كده على الثقة بالنفس. شجعوا أولادكم على العمل الصيفي والتدريب الصيفي، ومن هنا زي ما بقول لحضراتكم على مدى الموسم الصيفي لبرنامج باب رزق هنلتقي مع حواديت كتير في العمل الصيفي، هنتقابل مع شباب كتير بيشتغل في الصيف، هنشوف قصصه حكاياته مشاكله، هنوفر أماكن أو هنشاور كمان على أماكن لفرص التدريب الصيفي. إيه رأيكم بقى نبدأ حلقتنا من باب رزق النهاردة؟ تذكرتي من أكتر الحاجات اللي مفرحاني في الفترة الأخيرة، تذكرتي معناها أننا تاني يرجع الجمهور الجميل يملأ مدرجات الاستادات ويملأ المباريات كرة القدم ويدي طعم لكرة القدم. لكن الفكرة نفسها في تذكرتي فكرة أنيقة، فكرة حضارية، فكرة جميلة، فكرة فيها روح شابة، فكرة فيها كده يعني احنا اتنقلنا، احنا سكتنا وبعدين رحنا منقولين نقلة من التذاكر في السوق السوداء والتذاكر اللي مش موجودة ومين اخد التذاكر والتذاكر التي تنفذ وبعدين نلاقيها على باب الاستادات، لحاجة مختلفة جدا عن طريق تليفونك وعن طريق الانترنت وعن طريق الكمبيوتر، تقعد تدخل وتتسلى انت وولادك عشان تاخدوا بطاقة المشجع. ما هي القصة؟ بدأت ازاي؟ ايه الحاجات اللي احنا ما نعرفهاش عن تذكرتي؟ الحقيقة أحب جدا يكون ضيفي، أرحب بضيفي الأستاذ مهندس خالد عزيز المدير الإقليمي لشركة تذكرتي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، زي حضرتك أستاذ يوسف؟ مساء الخير أستاذ. الحمد لله باشمهندس خالد، الحمد لله، كل سنة وحضرتك طيب. وبجد بجد أنا مش عايز أقولك أنا فرحان قد إيه بفكرة تذكرتي. الله يخليك أستاذ يوسف، فعلا يعني فعلا عايز أقولك كل الناس والأصداء الحمد لله يعني بتقول ان شاء الله هيبقى في نقله حضاريه جامده جدا. على فكره مش بس الكوره، حاجات كتيره جدا، لان تذكرتي يعني نوال حاجات كتيره قوي ان شاء الله لاستخدام الحكومه الالكترونيه ان شاء الله.
ان شاء الله. طيب مهندس خالد، اكيد الفترة اللي فاتت كان يعني دخل ناس كتير جدا وسجلوا عشان بطاقة المشجع واتعمل ادعاء كبيرة لتذكرتي، تفتكر ايه اللي ناقص المستمع العادي في الشارع دلوقتي اللي بيسمعنا من معلومات حضرتك تحب توصلها له؟ طبعا اتعمل ادعاء كبيرة، وعايز اقول لك ان انا يعني انا شخصيا يعني مش استغربت بس اتخضيت ان الاعداد اللي دخلت اللي عملوا الفان ايديا وحتى اللي دخلوا يتفرجوا عندنا على ريكورد اعداد يمكن ما دخلتش في مصر قبل كده. يعني عدد اللوجز على السيستم فوق ال 200 مليون لوج، فده رقم كبير جدا. ما شاء الله. جدا جدا رقم كبير جدا طبعا، وبتبين في الاخر ان الشعب المصري ده يعني يقدر يعمل اي حاجه، وواعي جدا وبيستخدم التكنولوجي عكس كما كان بيتقال استخدام التكنولوجي هيبقى صعب على الناس، الدنيا هتبقى معقده. الدنيا بالعكس، الناس دخلت، الناس بدات تشوف قد ايه الموضوع ممكن يبقى سهل. عايز اقول بس الناس ان التجربه جديده والتجربه اتعملت في فتره قليله قوي، بس على قد ما يقدروا يدخلوا ويحاولوا على احنا حاطين على فكره على الفيسبوك بيج بتاعتنا كل الاسئله، وحتى على الويب سايت كل الاسئله اللي ممكن تتسال او الحاجات اللي ممكن يقعوا فيها مثلا تاخر لهم انه ياخدوا الفان اي دي وكده. فانا عايز اقول للناس اقروها كويس قوي، لان اكتر الحاجات اللي بتيجي سواء مشاكل او كده بتبقى ليها علاقه الاسم اتحط غلط، الصوره اتحطت غلط، احنا مثلا قايلين الصوره ازاي تتاخد، ازاي تحط الاسم بطريقه صح. لو اتقرت الحاجات دي فعلا هتسهل قوي ان الواحد يحصل على الفان اي دي بسرعه جدا. ده كلام جميل. طيب يعني ده حاجة تشجع جدا انه نقول لكل الناس حتى اللي مش هيلاقوا تذاكر في البطولة القادمة ان هم يطلعوا البطاقة نفسها اللي تبقى موجودة، لان ده معناه عودة الجماهير مرة تانية لمدرجات كرة القدم. طبعا هو على فكرة يعني دايما بنقول السيستم ده نواة، يعني فعلا، لان هو مع اعلان مصر تنظيم الامم الافريقيه كان التحدي بقى والسؤال ايه، ازاي ترجع جماهير للملعب، ازاي الناس تحس بامان، ازاي اقدر اخد ابني وازاي اقدر اخد بنتي، ازاي اضمن الكرسي بتاعي، ازاي اقعد على كرسي بطريقه حلوه زي ما بنتفرج كده على البطولات العالميه، ازاي بقى قاعد في امان، ازاي يتعمل لي سيرفيس كمان كويس، ازاي في الاخر ما اوقفش في طابور سوق سودا كامله. فطبعا ده نواه لرجوع الدوري، لرجوع الجماهير في الدوري، لرجوع ان فعلا يحصل رواج للموضوع، انه يحصل يرجوع الدوري ورجوع الجماهير في اي حته. وبس عشان اقول لحضرتك برضو، مش بس الاستادات، لحاجات كتيره قوي الناس كانت بتلاقي فيها صعوبات وان شاء الله هتلاقيها بسهوله قوي. الفان اي دي بس هو ما يقدرش يطلع من غير ما الواحد يشتري تذكره، هيطلع له نمبر، هيبقى عنده رقم فان اي دي بس بيطبع مع شراء التذاكر. شراء التذاكر موجود وهيتفتح على فكره، بقول لحضرتك لاول مره هيتفتح ان شاء الله قريب للنهائي ان شاء الله، مش بس للنهائي لسه ما اتفتحش فعلا. هيتفتح ان شاء الله قريب. تمام. لكن باذن الله، لكن انا حاولت كده ودخلت في حاجات خلصت الحمد لله خالص، يعني ما فيش مكان. في ماتش، طبعا ماتش الافتتاح انا ما كنتش متوقع قد ايه الناس مهتمه بماتش الافتتاح. يعني انا اقول لك، ناس سهرت من الساعه واحدة بالليل لتاني يوم الظهر عشان كانوا بيعملوا زي مراقبه كده انه يلاقوا اماكن. طبعا في الاخر احنا 100 مليون والاستاد الساعه في الاخر يعني من 60 ل 70 الف، وطبعا غصب عننا يعني بالاسبقيه، ففي ناس طبعا ما لقتش. فالماتش اللي بتاع خلص، معظم ماتشات مصر الثلاثه الاوائل يعني على وشك الانتهاء فعلا. جميل. يعني انا بحكم قربي شويه من الموضوع تابعت شويه المشاكل البسيطه اللي حصلت في الاول في الكواليس، لكن على طول اتلحقت والسيستم تمام، شد حلو ووقف والصمد امام الكم الكبير جدا اللي بيدخل في وقت واحد علشان خاطر يلاقي مقعد في احد المباريات. فالحقيقه يعني تحيه والله بجد، مش عايز اقول لك فرحان جدا بنجاح التجربه. الله يخليك. بس اضيف حاجه بعد اذنك، السيستم ده مش سيستم بس حاجه على الانترنت، ده وراه سيستم كبير، سيستم يعني اشتغلنا مع شركه مصريه للاتصالات، مع وزاره الاتصالات. السيستم ده فيه باك اند كبير قوي من سكيورتي عشان نضمن ما يحصلش هاكينج. يعني الموضوع كبير قوي، مش بس ان هو بورتال انترنت، ده الموضوع كبير، وشركات الاتصالات عشان يتبعت الاس ام اس طبعا. فالموضوع طبعا كان كبير قوي في الاول، واي سيستم في الدنيا
بالذات لو اتعملت 45 يوم بيسموها بيتعمل سيلف ليرنينج، يعني بيتعلم 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 لغايه ما بيوصل للستابيليتي ان شاء الله، وهيتحسن يتحسن ان شاء الله، يعني هيبقى حاجه حلوه. اكيد اكيد ان شاء الله، انا واثق ان التجربه هتؤدي الى نمو ليها بشكل كبير، وهترجع لنا كمان، خليني يعني اسبق شويه الاحداث، يعني بعيدا عن بطوله الامم الافريقيه وبعيدا ان شاء الله ان الجمهور يرجع تاني لمدرجات الكوره في كل مناسباتنا الكرويه، هترجع لنا الاهتمام بايفنتات كتيره، حتى كره السله وكره الطايره والتنس والاوبرا، اعتقد كل ده هيحصل له رواج نتيجه سهولة حجز التذكرة فيها. زي ما حضرتك بتقول بالظبط بالظبط، احنا الفيز اللي بعد كده وفي فيز الثانية جاية بعد كده ان شاء الله هيبقى زي ما حضرتك بتقول بالظبط، في بطولات كتيرة في مصر عالمية هتتعمل، في الاوبرا، في حاجات كتيرة جدا في البلان على فكرة، يعني في حاجات في القصة كتير قوي ان شاء الله هتتعمل. افهم من كلام حضرتك المهندس خالد عزيز المدير الاقليمي للشركه المنفذه لنظام تذكرتي، انه تذكرتي كمان هيعمل الايفنتات الخاصه بيه. طبعا طبعا، الموضوع مش بس بطوله افريقيا ولا الدوري بس، ان شاء الله هيبقى فيه توسع لايفنتات تانية كتير زي ما حضرتك لسه بتقول، الاوبرا، البطولات التانية المختلفه، الحفلات اللي هتعمل كتير مختلفه، في حاجات كتير ان شاء الله الفتره الجايه، حفلات كتير ان شاء الله، يعني هيبقى فيه حاجات كويسه جدا ان شاء الله حضرتك هتشوفها الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله، وكل التوفيق المهندس خالد عزيز المدير الاقليمي، وشكرا لحضرتك على هذا الحوار. شكرا جزيلا، شكرا شكرا معزول. الحقيقه بجد بصوا بقى يا جماعه والنبي، عايزين من الفتره الجايه الحاجه الحلوه نشجعها، الحاجه الحلوه نفرح بيها، الحاجه الحلوه نبص على الجانب الحلو اللي فيها، وعلى فكره ونبص على الجانب الوحش يعني جنب ده، يعني نبص الاول كده ايه، يتعمل مشروع زي تذكرتي فنبص على الجانب الايجابي فيه. النهارده تاني الجماهير هترجع تاني لكل فعاليات كره القدم مش بس الامم الافريقيه، ده هينتج عن هذا النظام انه يبقى عندنا حفلات تاني جميله، نقدر لنا نشوف حفلات، وتقدر تاخد ولادك وتروح حفله وتروح ماتش كوره وتروح ماتش بتاع تنس في معمول مثلا عند الاهرامات. هنلقى طفره في عالم الرياضه وعالم الفنون جميله واحنا محتاجينها. لما نيجي نبص على جانب سلبي ممكن نبص عليه في مرحلة تالية عشان نشجع ازاي يبقى عندنا النسبة الاكبر من الحدوتة 90% 95% جيد. فارجو تعالوا كده نبص على كل الحاجات الحلوة، ما تلاقي طريق وانت ماشي طريق حلو وجميل افرح بيه، وبعدين ابقى تعالى ناقش الحفرة التنتوفة اللي موجودة على اليمين وانت ماشي في النص عايزين نصلحها. طبيعي جدا ان مفيش حاجة بتتعمل، حتى احنا فينا كبني ادمين بتبقى كاملة، مفيش كلام ده كله، لكن جميل جدا ان ابنك مثلا جايب نتيجة حلوة في الثانوية العامة، ولا جايب نتيجة حلوة في اي سنة دراسية، جايب مثلا 99%، جايب 90%، جايب 95%، افرح بال 95 وبعدين تعالى نناقش ال 5% اللي وقعت منه. اتفقنا؟ اتفقنا. نطلع فاصل. ونرجع بقى مرجعنا للسؤال الاولاني اللي احنا بدأنا بيه حلقتنا النهارده، الحلقة الأولى من الموسم الصيفي لبرنامج باب رزق. السؤال أو الفكرة أو الحلم أو الطموح أو الهدف إننا نخلي ولادنا نتناقش كده، نقعد مع ولادنا ونتناقش ازاي يقدروا ان هم يعملوا حاجة مفيدة في الصيف، ومن ضمن الحاجات زي ما احنا كنا بنعمل اننا ندور على شغل او على تدريب في الصيف. من الحاجات اللي مبعوتالي لما طرحنا السؤال على صفحتنا كذا حد كتب قال بس المهم يلاقوا الحاجة المناسبة اللي ممكن نخلي ولادنا يروحوا فيها. تمام 100% ان اي اب او اي ام هيقول تمام جدا انه اولادنا يروحوا، بس عايزين مكان ممكن يكون قريب من البيت برضو طبعا في ظل الزحمة والدنيا والمواصلات وكل المشاكل دي، محتاجين مكان قريب، محتاجين مكان آمن، محتاجين مكان يقدر يتعامل معهم يستوعبهم
ويفيدهم، ده صحيح، وده اللي احنا هنحاول ان احنا من خلال باب رزق نقدم ونطرح هذه الفرص، نقعد ندور وندعبس ونكلم الشركات ونكلم مؤسسات ويلا مين عنده فرص تدريب ونقدمها لحضراتكم ونشوف فعلا حتى يعني هيحصل تجاوب من الولاد مع هذا الموضوع ولا لا. معايا دكتور ايهاب عيد ضيفي الكريم، استاذ الصحه العامه والطب السلوكي بجامعه عين شمس. مساء الخير يا دكتور. اهلا شريف، ايه احوالك؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيب وبخير. الف سلامه لحضرتك. طيب يا فندم، الف سلامه لحضرتك. شكرا جزيلا يا فندم، ربنا يخليك. يعني هدخل بقى مع حضرتك في الموضوع مباشره. احنا او انا من جيل كنا في الصيف ما بنقضيهوش كله، وما كانش الحمد لله ما فيش انترنت وقتها وكده، لكن ما بنقضيهوش كله بقى فسح وبحر وحاجات، كنا بنلتزم التزام شديد جدا اننا نشوف مكان نقدر نتدرب، نقدر نشتغل، نقدر يعني نكتسب خبرات، نشوف ناس نزداد ثقة. رأي حضرتك ايه؟ طبعا كلام جميل استاذ يوسف بيبي. وخلينا نقول انه اذا كنتش في برنامج استاذ يوسف في الصيف جاهز لينا ايا كان طبيعه البرنامج ده، لا اكيد هيحصل. اولا جسمنا هينضر كاطفال او كابناء، يعني عقلنا هينضر وكمان علاقاتنا بالاخرين هتنضر. يعني لازم يكون كده في رؤيه واضحه للبيرنتس او للاهالي هيعملوا ايه لاولادهم في الصيف. ليه كمان؟ لانه في مثلث الفضاء، مثلث الخطر، الفضاء، طاقه عند الشباب، ضغوط وستريس حوالينا، نووي لازم ما يحصل مشكله. الطفل او المراهق ده لازم تبدا يوصل او في الطب او في الطب او في الطب او يتعلق بشيء زي اذا هو دكتور إيهاب. أنا هستأذن حضرتك في حاجة، هو الصوت بيتلخبط شوية، فإذا كان كده أفضل ممكن عشان بس توصل لكل المستمعين كده أحسن كتير. اتفضل يا فندم. فزي ما بقول لحضرتك احنا لازم يكون عندنا رؤيه. اي بيرنت او اب او ام في الفتره القادمه داخلين على الصيف كده بعبله، ما عندهمش فكره هنعمل ايه، هنتشرف ربنا بالبركه، ناويين نسافر الساحل، ناويين نسافر ما اعرفش بلدنا، لا طبعا يا جماعه هنخش في مشاكل، وخصوصا في الزمن الحالي لانه الاجهزه اللي طالت ترجع تقول بقى ايه يا ريت اللي جرى مكان، لان الاجهزه في الاخر هي اللي هتنقض على الطفل، هي مستنيانا طالما ما فيش حاجه معينه. وانت مش هتقدر تقول لابنك الطفل او المراهق لا ما تمسكش ده، ما تمسكش الموبايل، ما تبصش على، ليه؟ لان انت ما عندكش بديل. طب السؤال هيبقى من الاول، يلا نحضر نفسنا ايه هو البديل. علشان كده الحقيقه البدائل بالنسبه لنا كتير يا استاذ يسري بيه. يعني اولا على حسب طبعا الاعمار وعلى حسب السن. يعني انا 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 في لقاءاتي مع الاباء والامهات عاملين زي خطه علاجيه للمشكله، لان هي في مشكله فعلا. في بتشمل علاج، يعني الصيف بنتناول ازاي؟ تناول غذائي، تناول رياضي، تناول فكري. يعني مثلا تعالى نتكلم على طبيعه الـ الـ يعني الـ الالعاب اللي بنلعبها. احنا المفروض احنا فرصتنا، احنا ما فيش بيننا وبين اولادنا علاقات حلوه. طيب فرصه البادي لانجوج اللي انت مش عارف تعملها في الصيف، في الفصول العاديه وقت الدراسه قبل ما ابنك او بتروح الشغل او بتزعق له، طب ما جاء الوقت اهو نلتقي. على فكره الناس الاطفال والاباء اللي ما بيحتضنوش بعض وما بيلعبوش مع بعض، بتبص تلاقي الطاقه اللي احنا بنسميها الطاقه السلبيه وبنقولها في برامجنا كتير، لا جسمهم فعلا. انت لما بتقعد تحضن ابنك في فعلا حاجه زي ويفز بتحصل ما بينكم، هي اللي بتخلي الارواح جنود مجنده، كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام الارواح جنود مجنده، ما تعارف منها ائتلف وما تعارض منها اختلف. كتير كده من الاولاد بنحسهم شاذين كده عن ابائهم وامهاتهم، ودايما يرفضوا مراهقه مش طبيعيه، لا مراهقه فيها عدوان شويه، ما المراهقه مرهقه ما قلناش حاجه. طب نعمل ايه؟ يعني ضمن الالعاب اللي احنا بنفكر فيها مثلا. دكتور ايهاب معلش، دي نقطه مهمه جدا قبل ما ننتقل ليها، نفتح قوسين. يعني واضح ان ده جزء كبير من المشاكل اللي بتيجي لحضرتك عشان من الاباء عشان تحلها. طب هل الموضوع ده اشتغلنا عليه كتير؟ لانه مهم اشتغلنا عليه، فكرنا فيه، يعني اسباب وقدمنا نصايح معينه. بص حضرتك، احنا عملنا في جامعه عين شمس رسائل غريبه جدا في كليه الدراسات العليا للطفوله، اثبتت انه عدم اعطاء الجرعه اللي خلينا نسميها الجرعه الادنى زي الغذاء كده، الجرعه الادنى من التواصل البدني
صورة أحضان طبطبة بوز زغزغ حتى نتنطط مع بعضنا نمسك إيدين بعضنا. لقينا العيال المجموعات اللي لم تتواصل مع أبائها وأمهاتها بالبادي بس بالكلام أو بالمصروف أو بالفرجة على التلفزيون مع بعض، لقيناهم في المستقبل بعدها بسنة أو سنتين لا الأتيتيود نفسه بتاع الأطفال تجاه أبائهم في كان أكثر عدوانية وكان أكثر عدم توافق. كلنا ولادنا ملاحظين في السنتين دول المراهقة بتاعتهم غير مراهقتنا احنا انا وحضرتك استاذ يسري والناس، لا في كده حالة صعبة ورفض اكتر وحالة من مش عايز اسميها يعني نقص في الادب. لوحظ الدراسة الغريبة بتقول وعرفت في حاجة اغرب من كده انه اللي رضا ورضاعة طبيعية برضو دراسة كانت شملت جزء اللي هو يعني هي ريتروجريد ستادي راجعة للخلف شوية، كل من كان رضع طبيعي وجد انه اداؤه في المراهقة اقل عدوانية من الاطفال اللي كانوا رضعين بوتل فيد او كانوا رضعتهم صناعية. اذا ده من خلال انا يمكن عايز اوصل بعد اذنك يا دكتور ايهاب انا اسف المقاطعة، ده عايز اوصل بس لكل المستمعين انه يعني حضرتك بتتكلم بناء على عينات بتاخدوها وتعملوا عليها بحث. يعني ممكن مثلا يبقى عينة من 100 طفل في 100 مكان في 100 عيلة في من بقول مثلا يعني اتفضل بالضبط كده. فدي فرصتنا دلوقتي يا استاذ يوسف احنا نعيد في اخر فرصة لينا على المحاكم نعيد الموجات نعيد تنظيم الموجات الغير منتظمة التي تجري في اجسام وفي عقول ابنائنا، نعيد زي ما بتمغنط حديدة وعايز تعملها مغناطيس بتمشي بطريقة معينة عشان تعيد المغناطة. طب واحنا هنقعد بس يعني الحضن العادي اللي هو ان انا ابني خارج داخل ببوس بضبطب عليه؟ في امهات على فكرة ما عندهاش القدرة دي، يعني الام مش هتكلم في الاب تقول لي انا ماليش في الكلام ده دكتور احضن وابوس انا بص اطلب مني اي حاجة اجيبها له انما احضن. وعندي حالة غريبة جدا استاذ يسري قالت لي انا بيجي لي حالة من النزية او حالة من الاعياء او القيس اذا حسيت كمان اذا حسيت ان انا اذا تخيلت ان انا بحضن ابني، هل تصدق هذا الكلام؟ معقوله والله العظيم. فطبعا قلت لها لا انت محتاجه تحضري معانا بعض الدورات. قالت لي انا تحت امرك اللي انتوا عايزين علموني ازاي احضن ابني. تخيل وجبنا على كويس شغل اشتغلنا عليه عشان والله. فدي اعاقه عاطفيه دي اعاقه عاطفيه عند الام. عشان كده بنقول في الصيف لعبه عروستي لعبه لما اجي في البيت مثلا في حاجه اسمها ايه لعبه احنا ممكن نقول لعبه الاب والام ولعبه الطباخ والفندق. انا بتكلم في على اطفال في سن العابنا القديمه العابنا القديمه ممكن والله احلى استاذ يوسف يسيبه لما يلاقي بابا قدامه بيتنطط قدامه ايه ويعمل زي لو لقى بسرعه هيلعب معاه لو قال له تعالى دكتور إيهاب عيد أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بجامعة عين شمس. هو يعني موضوع كبير وفي أفرع كتير، خلينا نتفق إن إحنا في الاستوديو بقى أولا نعمل حلقتين مهمين جدا نجيب كل الأبحاث اللي جامعة عين شمس عملتها وتعالى نبص عليها مع بعض مع السادة المستمعين أكيد كلنا هنستفيد، ونعمل حلقة عن ألعابنا الحلوة ألعابنا القديمة اللي نقدر إن إحنا نعملها في الصيف إن شاء الله مع أولادنا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ولنا لقاء قريب جدا في استوديو باب رزق إن شاء الله على الراديو 90-90 هوا مصر. شكرا دكتور إيهاب. ايه فكرتوا في ايه يعني فكرتوا احنا يمكن في الاجابه بتاع الدكتور ايهاب بعيد شويه عن الشغل، لكن جزء من الصيف خريطه عايزين نعمل خطه عايزين نشوف ازاي نعيد علاقتنا باولادنا، ازاي نفكر معاهم، ازاي نحمسهم ان هم يعملوا حاجات خاصه بيهم. في ناس كتير جدا مشجعين ولادهم صغيرين على فكره عندهم 12 13 سنه ان هم يعملوا مشروع صغير بيهم، هل عندكم فكره عن ده؟ احنا هنقدم لكم هذه الافكار، عندنا افكار كتيره وعندنا طموح كبير جدا ان نعمل مع بعض العاب عظيمه، وهننزل بقى يعني هتلاقوا حلقات على الهواء مباشره من اماكن كتير فيها شباب صغير شغال وبيعمل مشروعه او شغال في مكان بيعمل تجربته احكي لنا تجربتك، تعالى شاركنا تجربتك، تعالى نعمل صيف حلو. ايه رأيكم؟ صيف مختلف كده. خلصت حلقتنا النهاردة من باب رزق، بكرة ان شاء الله حلقة جديدة من باب رزق على راديو 90-90 هواها مصري مع يسري فخر.